التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماعين منفصلين بطوكيو وزيري الخارجية والدفاع اليابانيين، وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية اليابانية وسبل توسيع التعاون بينهما، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق إلى مجمل المستجدات الإقليمية والدولية والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للتحديات والأزمات في المنطقة. لمزيد من التفصيل تنضم إلينا من عمان مراسلة القاهرة الإخبارية آية السيد. آية، أهلا بك في هذه التغطية. آية، ضعينا في آخر التصريحات حول هذه الزيارة. نعم، تحياتي رعد. حقيقة يعني العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كما أنت ذكرت التقى بوزير الخارجية الياباني وأيضا وزير الدفاع، كان هناك العديد من المباحثات حول تطوير العلاقات العسكرية والشراكيات العسكرية ما بين الأردن واليابان في مجال الدفاع. أيضا تطرقت الحوارات والمباحثات حول الملف الإرهاب وكيفية مكافحة الإرهاب في الدول المجاورة. أيضا تم التطرق إلى موضوع الشراكات الأردنية اليابانية. بعد ذلك التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بوزير الصناعة والتجارة الياباني وأيضا وزير الاتصال الرقمي. كان هناك العديد من المباحثات حول آلية التعاون في المجال الاقتصادي، وهذا كان طبعا يرعد في المقام الأول والهدف من الزيارة في الأساس إلى اليابان من أجل التطوير والعلاقات الاقتصادية الأردنية اليابانية. تم التطرق إلى العديد من الملفات ومنها ملف الماء وملف الطاقة المتجددة وأيضا التبادل التجاري بين البلدين. أيضا من ناحية أخرى كان هناك يعني تطلع للأردن من أجل المشاركات في النطاق التكنولوجي مع الجانب الياباني. كان هناك لقاء مع وزير الاتصال الرقمي للتطلع على آخر الأبحاث التي تقوم بها اليابان أيضا من أجل الشراكات الأردنية اليابانية. أيضا التقى الملك عبد الله الثاني برئيس جمعية الصداقة الأردنية اليابانية. هذا اللقاء الذي أكد على العلاقات الأردنية وكيف هي تتطور يعني خاصة في هذا العام مع وجود العديد من التحديات التي يعيشها الأردن، فيعتبر ملف الاقتصاد هو الأهم حاليا كدولة تستطيع أن تقوم بالعديد من الشراكات مع الدول العربية والأجنبية من أجل تطوير الاقتصاد. بعد ذلك أيضا التقى ولي العهد الأمير حسين بالعديد من الرياديين الأردنيين الذين يقومون ببعض المشاريع في اليابان. تم الاطلاع على هذه المشاريع. طبعا هذه الزيارة يرعد يعني زيارة تأتي لعدة أيام. طبعا جلالة الملكة رانيا أيضا بجوار الملك متواجدة وولي العهد وأيضا الأمير هاشم. هناك العديد من اللقاءات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني حاليا في اليابان للعديد من الأهداف. نعم رعد. طيب آية، يعني ملفات كثيرة تم التطرق إليها وفق التصريحات التي ذكرتها حضرتك الآن، ما هي أبرز هذه الملفات التي ركز عليها المراقب الأردني إن صح التعبير؟ نعم، يعني كما تعلم رعد هناك تحديات يعيشها الأردن حاليا من منطلق الكهرباء والماء والتعليم والصحة. كانت هذه الملفات حاضرة اليوم مع وزيري الصناعة والتجارة وأيضا الاتصال الرقمي. الأردن يسعى من خلال هذه الزيارة أن يكون هناك العديد من الشراكات في مجال الصحة وفي مجال التعليم أيضا في مجال الطاقة المتجددة، والتي الأردن حقيقة يعني منذ العام الماضي يسعى إليها من خلال تطوير الطاقة المتجددة. ويعني الأردن يسعى بأن يكون مركز للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط. هناك العديد من الشراكات التي تم الحديث عنها في البيان الذي نشره الديوان الملكي. طبعا أيضا ملف الماء كان حاضر، وفي الأساس أيضا كان هناك الملف الأهم وهي القضية الفلسطينية. تم الحديث حول هذا الموضوع مع وزير الدفاع ووزير الخارجية. طبعا أيضا برفقة الملك عبد الله الثاني هناك وزير الخارجية أيمن الصفدي، مما يعني بأنه سيكون هناك أيضا مباحثات مع نظيره الياباني للحديث حول العديد من القضايا الإقليمية وعلى في مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية. نعم رعد. آية، يعني ذكرت أن الأردن يريد أن يكون مركزا للطاقة المتجددة، ومعروف أن اليابان لديها مشاريع بهذا الخصوص. هل تم التسريب بمعلومات معينة عن توقيعات معينة بين الأردن واليابان بهذا الخصوص؟
يعني نستطيع القول بأن هذه بداية الخطوة رعد، لم يتم الإفصاح حول وجود اتفاقيات موقعة، ولكن هذه بداية الخطوة كون أن الملك عبد الله الثاني حاليا في اليابان، وهناك العديد من المباحثات حول هذا الملف بالطاقة المتجددة وفي الصحة والتعليم، فبالتالي سيكون هذا معناه بأنه في القريب العاجل سيكون هناك مباحثات على مستوى الوزراء من أجل توقيع الاتفاقيات. دعني أقول لك رعد بأن اليابان في الأساس لديها العديد من المشاريع الاستثمارية في الأردن، هناك علاقات يعني اقتصادية نوعا ما جيدة مع اليابان في المشاريع الطاقة المتجددة، أيضا في مشاريع التمويل، يعني نعم هناك جمعيات في جمع يعني جمعية يابانية متواجدة في الأردن هي دائما تقوم بتمويل مثل هذا النوع من المشاريع إن كانت صغيرة أو إن كانت يعني للحكومة الأردنية، نعم فبالتالي من المؤكد بأنه سيكون هناك في القريب العاجل إعلان عن توقيع اتفاقيات. نعم. نعم آية سيد مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من عمان، شكرا لك لهذه التفصيلات حول زيارة العاهل الأردني إلى اليابان، شكرا لك.